أنا مرام، خطيبته لسليم رشدان، عرفتيني؟ بظن بتعرفيني، أنت كنتي موجودة ليلة خطبتي. بعرفك، لازم أحكي معك. فاطمة لحظة وقفي. ولي على قامتي. شوفي. بدي أعرف الحقيقة، بترجاكي شو صار؟ ليش طلع هيك خبر بالجرايد؟ سليم كان له دخل قصة اغتصابك؟ بترجاكي تحكي لي. اتركوني بحالي. طيب ليش افتريتوا على سليم خطيبي؟ شوفي. بترجاكي تحكي لي، الخبر اللي طلع بالجرايد مزبوط؟ شو عم بصير؟ بترجاكي بدي أحكي مع فاطمة لحالنا. نحن كمان بدنا نسمع شو عم تحكوا. رجاءً بدي أحكي مع فاطمة على انفراد. فاطمة ما عندها شي تحكي لك يا. كريم، لازم حدا يحكي لي الحقيقة، بدي أعرف ليش طلع هيك خبر بالجرايد ومين اللي نشره. بترجاكي فاطمة احكي لي. تركيها بحالها، أنا رح أجاوبك على كل أسئلتك. تفضلي، شو بدك تعرفي؟ ماشي، يلا كريم احكي لي لشو. خلينا نروح نحكي بشي مكان. فاطمة مين هالبنت؟ وشو بدها منك؟ فاطمة وقفي. هي بتكون خطيبته لسليم رشدان. يعني ما في دخان بلا نار، ما؟ ما بحسن حاكي لسليم، دغري بيعصب وبيعيط علي. ما بده احكي معه، بس انا من جوا ماني مرتاحه بنو. في اكثر من سؤال هون براسي بدي اجوبه عليهم. ما فيني اعيش بهالشكوك، لازم اعرف الحقيقه. كيف عرفتي عنوانه؟ راقبته لخاله منير. اليوم أنا كنت بالشركة وشفته لمنير هنيك. سمعته هو عم يحكي على موبايله، كان عم يحكي مع مرت أخوه لفاطمة. فهمت منهم إنه رح يلتقوا. وهو عم يحكي معها فجأة إجت سيرة فاطمة بالنص. جمدت بأرضي. وبعد ما تأكدت إنهم رح يلتقوا، لحقته لمنير. فوراً عرفتها للمرأة، كانت موجودة يوم الخطبة، كانت عم تحكي مع عمو رشاد. طلعت مع منير، راحت معه على المحكمة وبعدها وصلها هي وجوزها على البيت وأنا كنت وراهم. هلأ دورك أنت كريم. عم اسمع، احكي لي شو صار. فاطمة تركها وتخلى عنا، وكان لازم يتزوجها واستر عليها. فاطمة إنسانة بريئة، بنت بسيطة ودرويشة كتير،
بصراحة أنا ما كنت ناوي أتزوجها، بس وقت اضطريت لهذا الشيء. مرام، أنت شو عم تعملي هون؟ عم نحكي. مين اللي قالك إنه نحن قاعدين هون؟ كنت مارق من هون بالصدفة، من شفت سيارة سليم قلت بسلم عليه. شو جابك لهون؟ مرام، عرفت إنك أنت عم تحكي مع ميسر. كان لازم أحكي مع حدا مشان أمحي الشكوك اللي براسي. بدها تطمن إذا سليم متورط بالقصة. إيه ولا شيء، بس حكيت لك كل شيء لمرام. هلا أنا كتير ارتحت. طلعوا مفتريين على سليم. كتير انبسطت لأنك عرفتي الحقيقة وارتحتي. الأخبار اللي طلعت بالجرايد خلتني شك، مع أنه كريم اعترف بخطأه وقبل كمان يتجوز لفاطمة. اصلا ما كان لازم تصدقي اللي قريتيه يا مرام. والله غصب عني، لما سمعت بالخبر من اكثر من مصدر شكيت بالقصه. المفروض كان لازم تثقي باللي حكينا نحن وتثقي بسليم كمان. بترجاك لا تحكي له، لا تجيب له سيره، اذا دري رح يزعل مني كثير. صدقني سليم انسان كثير حساس، اذا دري انه انا موثق بحكيه ورحت سالت من وراه ما رح يسامحني ابدا، رح تنهز ثقته فيه. خلينا هون ننهي الموضوع، ما في داعي نجيب له سيرة. طبعا لازم ننهي نهائيا. بتشكرك كتير، وانت كمان.